اي خبر يخص اي لاعب الحقيقه. صحيح، يعني اعتقاد الشخصي وزي ما اتكلمنا، يعني كل الشكر للعيبه اللي النادي الاهلي يستغنى عنها. ان شاء الله مشوار جيد، ومشوار ان شاء الله يعني مع اي فرقه يروح لهم. احنا مركزين مع فرقتنا ان شاء الله. الاداره الفنيه مهتمه جدا جدا كمان بشكل الفريق السنه اللي جايه، وانتم عارفين النادي الاهلي دايما يعني بيسبق بخطوات. احنا بنحصل على بطولات، لكن كمان الرؤيه المستقبليه مهمه جدا جدا، وكل دوت دلوقتي في ايدين طبعا موسيماني واللجنه الفنيه اللي كل الثقه فيها طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، كل دوت اطار فني بيشتغل لمصلحه النادي الاهلي. كمان النهارده لجنه المسابقات في اتحاد الكوره اكدت ان مباراه طبعا النادي الاهلي في نهائي كاس مصر مع طلائع الجيش هتقام في موعدها في برج العرب، ولم يتم نقلها لاستاد القاهره. يعني كان في برضو بعض الاخبار تخوفا من الاحوال الجويه في اسكندريه وهطول الامطار في الفتره اللي جايه، وتخوف من عدم اقامه هذه المباراه على استاد برج العرب، لكن اكدت لجنه المسابقات ان المباراه في موعدها وانها هتقام في استاد برج العرب. احنا عارفين استاد برج العرب استاد كبير، استاد هايل يعني، ويمكن يستقبل استاد برج العرب بطولات كتيرة جدا جدا على مستوى الأندية، على مستوى المنتخبات. يعني إن شاء الله بإذن الله، ودايما متعودين إن رجالة النادي الأهلي، يعني إحنا لو رحنا لعبنا في أي مكان إن هي البطولة في عينينا، المطر يمطر، طينة في الأرض، الكلام دوت يمكن بيدي حوافز كمان اكتر لعيبه. وما فيش ان شاء الله باذن الله، محتاجين توفيق ربنا، محتاجين ان شاء الله يوم السبت تركيز كبير جدا، مباراه صعبه، لكن ان شاء الله قادرين باذن الله ان احنا نحصد الثلاثيه باذن طبعاً الله. طبعا واكيد الارصاد الجويه بقى بتحدد اذا كنت يعني تقدر تلعب في اسكندريه ولا لا. كان في نول ما تلعبش فيها النهائي الافريقي، فده طبعا بناء على التعليمات اللي بتيجي طبعا اكيد من مركز الارصاد الجويه افتكر.